السلام عليكم ورحمة الله. الحضور الكرام، الأخوة والأخوات، الأخوة الذين انضموا إلينا من عمان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. معلوم أنه في وقت الأزمات يعني تظهر معادن الشعوب والأفراد، والعراق بعد عام 2003 هبطت عليه كارثة كبيرة اتفق عليها وفيها القريب والبعيد، وصرنا بعد عدة أيام أمام كارثة حقيقية إلا أنها سميت بالديمقراطية. هذه الكارثة قلبت البلاد، هجرت الملايين في الداخل والخارج، صرنا أمام إحصائيات مخيفة، ربما يظن البعض أننا نبالغ حينما نتكلم عن هذه الأعداد المخيفة من الشهداء ومن الجرحى ومن المعوقين ومن المرضى النفسيين ومن المهجرين ومن المغدورين، وسميها ما تشاء، حقيقة هي كارثة بمعنى الكلمة. في هذه الأزمات يظهر أو تظهر معادن الرجال ومعادن الشعوب، ومعلوم أن العراقيين من الشعوب الحرة التي لا تقبل يعني الحالة غير الصحية والسلبية التي هبطت عليهم بعد العام 2003، وتداعى الأخيار من العراقيين إلى أن يقفوا موقفا رافضا لهذه الحالة السلبية كل من موقعه. هنالك من حمل السلاح ضد المحتل، هنالك من حمل القلم، هنالك من صمد على موقفه منذ عام 2003 وحتى اليوم. قوى عديدة في العراق كان لها موقف مشرف من الحالة السلبية القائمة في البلاد، وهنالك يعني مواقف مشرفة لا يمكن أن تمحى على الرغم من محاولات القوى الشريرة أن يعني لا تسلط الضوء على دور هذه القوة الخيرة، إلا أن التاريخ يسجل هذه المواقف وهذه المواقف المشرفة. وعليه اليوم نحن أمام حالة جديدة، يعني العراق مقبل على انتخابات صورية يقال إنها ديمقراطية، وفي الحقيقة هنالك رفض كبير من الشباب العراقيين وبالذات بعد ثورة تشرين المباركة التي تعكس أن المخطط الهمجي الإمبريالي الوحشي فشل في العراق، على الرغم من كل الدعم الذي حصلت عليه الحكومات المتعاقبة في العراق. نجد أن شبابا ترعرعوا في مرحلة ما بعد 2003، لكنهم مع ذلك لم يتثقفوا بثقافة المحتل، وهذا مؤشر كبير ومهم ودلالة يعني كبيرة على وعي شباب العراق، على الرغم من الصورة السوداوية القائمة اليوم، وعلى الرغم من محاولة الكثير من القوى المالكة للمال والسلاح على تصوير حالة عراقية على أنها حالة إيجابية. أعتقد أن البداية للتغيير في العراق قد انطلقت، وأن التغيير مقبل في العراق على الرغم من كل العقبات، وبالتالي نحن اليوم نحاول أن نسلط الضوء في هذه الندوة على واحدة من الحركات التي برزت بعد العام 2003، وهي حركة من حركات المعارضة والمناهضة للحالة السلبية في العراق، وهي الميثاق الوطني العراقي. حتى لا أطيل عليكم، أعتقد أن هذه يعني مقدمة شبه كافية لتصوير بعض الحالة العراقية. وفي البداية رحبوا معي بالأستاذ وليد الزبيدي، عضو اللجنة العليا لميثاق الوطني العراقي، والشيخ أحمد الغانم، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. ستكون البداية مع الأستاذ وليد الزبيدي ليحدثنا عن شعار الندوة القوى العراقية المناهضة لاحتلال، المفهوم والمسار، وأتمنى أن تكون الكلمة يعني كحد أعلى 20-25 دقيقة، فليتفضل مشكورا. تفضل.
شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. في البداية قد يلاحظ الكثيرون أن بيانات وأدبيات الميثاق الوطن العراقي تستخدم مصطلح القوى المناهضة، وهذا المصطلح له دلالاته وأهميته، ولهذا ستكون كلمتي يعني أقرب إلى التحليل السياسي ذات الطبيعة الأكاديمية من التوجه السياسي الشعاري. فلماذا كلمة مناهضة للعملية السياسية والاحتلال؟ يحصل في الساحة العراقية خلال السنوات القليلة الماضية خلط كبير في المصطلح واستخدامات ليست صحيحة على الإطلاق، بل تجاوز على المصطلح. والمصطلح كما تعرفون حضراتكم والجميع يخضع لمعايير علمية، هذه المعايير لا يمكن القفز عليها أو استبدالها بأي شكل من الأشكال. في كل عملية سياسية مشابهة للتجربة في العراق، المصطلحات المستخدمة هو الاحتلال، والاحتلال طبعا يأتي مرحلة بعد الغزو، والعملية السياسية، والعملية السياسية من صنع هذه العملية ومعروف هذا في العراق وما هي أهدافها ولماذا. وهناك مصطلح المقاومة وهو الرد الواقعي والعلمي على الاحتلال، وهناك يستخدم مصطلح المعارضة ومصطلح المناهضة. فلماذا مصطلح المناهضة؟ يعني هذا ما نود التعبير عنه. كل عملية سياسية لها مرتكزات سواء كانت سيئة أو ناجحة أو أداءها متوسط. مرتكز الأساسي في كل عملية سياسية هو الدستور، وأدوات العملية السياسية طبعا هناك القوانين، ضمنها قوانين الأحزاب وقانون الانتخابات والهيئات المشكلة وفق ما جاء في الدستور. وفي الدول المستقرة وفي غالبية دول العالم كما تعرفون حضراتكم هناك حكومة تقود تنفيذية وهناك معارضة. خذ مثلا في أمريكا هناك حزبان، إذا الجمهور استلم السلطة يكون الديمقراطيين في صف المعارضة، وفي بريطانيا أيضا العمال والمحافظين نفس الشيء، وفي الدول الأخرى. ماذا يعني ذلك؟ هذا التبادل في الأدوار، اليوم معارضة وبعد عدة سنوات يصبحون في السلطة التنفيذية. هذا يعني أن الطرفين متفقان تماما على الدستور، على قانون الانتخابات، قانون الأحزاب والهيئات المشكلة والقوانين والأنظمة. في العراق برزت في الآونة الأخيرة تجمعات أو عناوين تحت مسمى المعارضة. نقول برزت في الآونة الأخيرة في العراق عناوين ومسميات تقول أنها معارضة، ولكن عندما تكون هذه المعارضة من ضمن العملية السياسية بأوجه وأشكال عديدة، هل يمكن أن تكون معارضة حقيقية؟ على الإطلاق لا ينطبق عليها مواصفات مصطلح المعارضة، لأنه المعارضة إذا كان القصد منها رفض العملية السياسية بمعنى رفض الدستور ورفض قانون الأحزاب والانتخابات والهيئات المشكلة وحتى طبيعة توجهات الأجهزة الأمنية في العراق، فلا يمكن أن يعني يكون مناسب المعارض، أو يقروا تماما بأنهم جزء من العملية السياسية، أنهم يقبلوا بالدستور ويدعموا المؤسسات التي يرفضها الشعب العراقي، من ضمنها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وكل المؤسسات التي أسسها المحتل الأمريكي. لهذا هذا يجب أن يكون فرز. هم يقولوا نحن معارضة ويرفض الدستور، هم في الحقيقة يدعموا الدستور عندما يرفعوا شعارات. لهذا الأمر يجب أن ينتقل من المعارضة، الأمر الحقيقي المصطلح نأتي عليه، عندما كان الاحتلال موجود كانت هناك مقاومة، والمقاومة معروفة بعناوينها
التي وقفت ضد المحتل الأمريكي وكبدته خسائر جسيمة، بعضها اعترف بالأميركان في حينه وبعضها في أوقات لاحقة. ما يتناسل عن العملية السياسية هو المعارضة، بمعنى أنه ذات الخط هم سائرون. يعني هناك معارضة الآن، وهم كانوا في الصحوات مثلا التي أسسها الأميركان. هناك من يقولون نحن تشكيل معارض، وهم يلتقون ويتناقشون ويلتقون بكثير من أدبياتهم مع العملية السياسية ورموزها. فإذا كان المعارضة التي يريدونها يجب أن يكونوا في صف الحكومة تماما، لا يكون هناك خلط نحن ضد الحكومة ونحن معارضة، هذا المصطلح لا يمكن. المقاومة تناسل عنها المناهضة، يعني المناهض للعملية السياسية وهو ما أشرنا إليه في أدبيات وبيانات الميثاق الوطن العراقي، هو متناسل وهو جزء من تاريخ وحاضر ومستقبل الأهداف التي أرادتها المقاومة. أما الذي حصل أو يحصل خلال على الأقل سنتين الماضية، هناك من يزعم أنه مقاوم، وهذا إذا كان مقصود فهو تلاعب ولعب على المصطلحات ولا يجوز، وإذا كان بجهل فهذا أسوأ، لأن هؤلاء لا يصلحوا أن يكونوا في عمل سياسي ويخلطوا في المفاهيم. أذكر تجربة حتى تكون الأمور واضحة. هناك المقاومة الفلسطينية ممثلة بحماس والجهاد الإسلامي، في عام 2006 في شهر شباط دخلوا في الانتخابات، أتعرفون ذلك. مباشرة كان لي لقاء مع الأخ الصديق خالد مشعل، وقلت له يا أستاذ خالد هذا أمر لا يجوز. قال كيف؟ ونحن نريد نعمل ونبني. هذا في فقه السياسة معروف، هذه قاعدة لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء. العملية السياسية في ظل احتلال مع الاحتلال، والمقاومة في جانب آخر، لا يمكن الخلط على الإطلاق. تناقشنا في حينه وكانت عنده وجهة نظر، ولكن تعرفون أن الأمر فشلت حماس في، ويعني خسرت الكثير. بعد سنوات التقينا وقال أننا أخطأنا بدخولنا للانتخابات والعملية السياسية. هذا الأمر إذا جئنا به ووضعناه في الساحة العراقية الحالية، فنجد أن الأمر أيضا لا يمكن أن يكون. أما إذا كانت شعارات وضحك على الناس فهذا أمر مرفوض شعبيا وجماهيريا وحتى أخلاقيا، إذا كانت هناك أخلاق في السياسة. وإذا كان الأمر محاولة لسرقة إرث وتأريخ المقاومة الحقيقية فهذا أيضا مرفوض، لأن الإرث موجود ومعلومة عناوينه ولا يمكن أن يكون تجاوز عليه. المناهضة، مصطلح المناهضة كما قلت، الأطراف والشخصيات والعناوين التي تقف مناهضة للوضع الحالي في العراق، هذه كما المعارضة التي تحدثنا عنها تؤمن بكل الأعمدة التي تقوم عليها العملية السياسية وفي مقدمة الدستور والقوانين والمؤسسات، فالمناهضة تؤمن بكل أدبيات ومنهج ومسار المقاومة العراقية التي بدأت في اليوم الأول للاحتلال في 10 نيسان 2003 واستمرت مع وجود قوات الاحتلال، ويعترف الأمريكان منذ ذلك الوقت حتى الآن وفي مراحل لاحقة بالفعل الكبير والعظيم للمقاومة العراقية. فالأدوات المستخدمة بالنسبة للجهات التي تناهض الواقع الحالي، الواقع السيء في العراق، أدوات مختلفة، ولكنها تسعى للوصول إلى ذات الهدف، وهو الهدف الذي بدأت به المقاومة العراقية وأهدافها معروفة في أدبياتها. أي ليس هناك اختلاف، المقاومة تريد التخلص من كل الاحتلال، والاحتلال هزم، وإن كانت هناك تركة ثقيلة ترك الاحتلال، ولكن أيضا المناهضة تعمل على التخلص من كل ما تركه الاحتلال وحاول
تركيزه وتثبيته وتجذيره. فأنا لا أعرف كيف يدعون ضد الدستور وضد العملية السياسية. هذه العملية السياسية ودستورها الذي يعمل على تفتيت البنية الاجتماعية والأخلاقية للعراق، وهذه العملية السياسية التي جاءت برموز سرقوا كل ثروات العراق، وبمعنى أن الذي يعمل تحت مسمى المعارضة إما لم يحصل على شيء من كعكة العراق التي تسرق يوميا، أو يخطط بشكل أو آخر للوصول أو المشاركة في نهب هذه الكعكة. نحن لسنا ضد من يقف ضد العملية السياسية أو من يريد أن يغير أحوال العراق، لكن هنا يجب أن يكون هناك الأمر واضح وجلي بالنسبة للرأي العام. مصطلح المعارضة هذا مصطلح من يرفعه يؤيد الدستور ويعمل على تثبيته ويؤيد العملية السياسية ومؤسساتها، ولا يعترض عليها إلا بشعارات يحاول أن يتلاعب بها للتأثير في الرأي العام. الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع بأن المناهضة وحدها هي سليلة المقاومة التي ترفض كل ما جاء به الاحتلال. خلاف ذلك فإن الأمثلة كثيرة في العالم وتؤكد بأن مصطلح المعارضة هو جزء حيوي ورئيسي من العملية السياسية القائمة. وفي العراق لأنه الوضع استثنائي، هناك الاحتلال وتركاته، وهناك تأثير دول الجوار، وهناك الطمع سواء بثروات العراق أو مشاريع تفتيت العراق وتخريبه، فتبقى العناوين يجب أن تكون لكل مصطلح أن يكون معناه وامتداداته وتأثيره وأدواته والأهداف التي يسعى للوصول إليه. حقيقة هذه النقاط التي نريد أن فقط توضيحها، وأنا كما قلت هذا جانب علمي أكثر من كونه جانب سياسي، ولكن أيضا الرأي العام يسمع مصطلحات، ولكن قد تكون هناك خلط في مفهوم المصطلح. عليه العملية السياسية التي تأسست في ظل الاحتلال الأمريكي، هذه أساس تأسيسها كان فيما يسمى ذلك الوقت بالمعارضة العراقية، التي عقدت مؤتمر لندن في شهر 12 2002، أي قبل 3 أو 4 أشهر من الاحتلال. هذه المعارضة لو لم تأتي مع قوات محتلة أجنبية تدمر البلد وتدمر المجتمع، ولو بقيت لكان لها سمة وطنية. لكن اليوم معارضة وبعد 2 أو 3 أسابيع تأتي مع الدبابات الأمريكية أو بعد الدبابات الأمريكية، وهناك من التحق ببرنامج محتل، هذا لا يمكن أن يسمى إلا بمسميات العملية السياسية القائمة في البلد بكل سوءها وبكل سلبياتها وبكل آثارها المدمرة. بعد ذلك ظهرت المقاومة، والمقاومة أخذت دورها، والآن من يرفع عنوان المناهضة للاحتلال بالتأكيد هو يعمل بكل جد وإخلاص للوصول إلى الأهداف الحقيقية والكاملة لتخليص العراق من الوضع السيء والمدمر الحالي. شكرا جزيلا، وآسف إذا أطلنا عليكم. شكرا للأستاذ وليد الزبيدي. حقيقة الكلام عن المقاومة العراقية اليوم حقيقة شيء مؤلم، ذلك لأننا نسمع هذه الأيام بقوة هي جزء من الحالة القائمة في العراق، وتدعي أنها هي التي أجبرت المحتل الأمريكي على الخروج، وهذه حقيقة مغالطة وتزوير للتاريخ العراقي القريب. هم جزء من العملية السياسية، هم مشاركون في البرلمان العراقي، يمتلكون مقاعد، ربما أحدهم يمتلك الكتلة الأكبر، وهنالك قوة تمتلك يعني أقل قوة تمتلك يعني أكثر من 10 مقاعد، وبالتالي مع ذلك يقولون نحن يعني نقاوم المحتل الأمريكي. نحن أمام حالة فيها نوع من المغالطة، يعني لو يعني بين قوسين هذا الكلام، لو أنهم هم الذين نجحوا في التغيير بين قوسين في العراق يمكن أن نقبل بهذا الكلام، إلا أنهم حينما يأتون مع المحتل الأمريكي ويحاربون في بعض المراحل
في تدمير المدن بحجة الإرهاب مع قوة التحالف الدولي بما فيهم الأمريكان، ثم بعد ذلك بعد أن تنتهي المعارك يقولون نحن لا نريد تواجد القوات الأمريكية في العراق. هذه مغالطة، وبالتالي نحن اليوم في العراق أمام قوى مقاومة حقيقية ومزيفة، مقاومة نقية ومقاومة غير نقية، مقاومة وطنية ومقاومة ربما يمكن أن نقول عنها خارجية أو أجنبية، وبالتالي كل العراقيين يعرفون من الذي قاوم المحتل، من الذي أجبر الأمريكان على الخروج أو توقيع الاتفاقية مع حكومة نوري مالكي في عام نهاية والخروج الشكلي في عام 2011 وتقليل حجم القوات الأمريكية في العراق. إذن القضية واضحة، المشهد العراقي واضح لكل العراقيين، ومن يحاول تزوير التاريخ العراقي القريب لا يمكن أن ينجح في هذا المسعى. شكرا لك أستاذ وليد على هذه المداخلة الطيبة والكلمة المهمة في توضيح الفرق ما بين المعارضة والمناهضة. الكلمة الآن للشيخ أحمد الغانم عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، يحدثنا مشكورا عن مسار القوى الوطنية المناهضة للاحتلال، وأتمنى أن لا تكون الكلمة أكثر من 25 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكما تعلمون أيها الأخوة الكرام ويعلم العالم أجمع أن أمريكا احتلت العراق بتحالف دولي ظالم وبمساعدة إيران التي كعادتها تسعى جاهدة لتدمير العراق، وكان لها ما أرادت بالتحالف مع أمريكا وغدرها بالعراق من خلال مساعدة أمريكا في غزوها واحتلال العراق. وقد واجه الشعب العراقي الاحتلال بمقاومة مسلحة وسياسية، وفي هذا الإطار تأسست قوة عراقية لمواجهة الاحتلال وتداعياته. بالتزامن مع دخول قوة أخرى مع الاحتلال كان أغلبها يتخذ من إيران مكانا لها، وعلى هذا الأساس أصبح في العراق قوتان، الأولى المحتل وتوابعه وأذنابه، والثانية القوة المناهضة للاحتلال ومشاريعه الرامية إلى تدمير العراق والشرق الأوسط ودول المنطقة. ونتج عن ذلك اتجاهان ضمن إطار القوة العراقية. الاتجاه الأول قوة فاعلة رئيسية تناهض الاحتلال ومشاريعه، والأخرى ثانوية تحسب على العراق بقوة السلاح يسعى إلى تدمير العراق والمنطقة. وكان المخطط هو استنساخ تجربة تدمير العراق في دول الجوار العراقي وفي مقدمتها الدول العربية ضمن ما عرف بخارطة الشرق الأوسط الجديد، الذي يسعى إلى الاحتلال من خلاله إلى تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، الذي يهدف إلى تقسيم الدول العربية إلى دويلات طائفية وعرقية ودينية. إلا أن استشعار القوى المناهضة للاحتلال لهذا المشروع الخطير على العراق والمنطقة، ومن مبدأ العمل بالواجب المنوط بالأحرار، ومن منطلق الحقوق الشرعية التي كفلتها القوانين الشرعية والدولية، قاوم العراقيون مشاريع الاحتلال وقاوموها بكل الوسائل الممكنة، فانطلقت المقاومة العراقية للتصدي للاحتلال الظالم. وقد سجل التاريخ لهذه المقاومة الباسلة بأنها أسرع مقاومة شهدها العصر. ومن هنا تأسست قوة عراقية مناهضة للاحتلال ولمشروعه السياسي، وطالبت المحتل الأمريكي بالرحيل وجدولة الانسحاب. وعلى الرغم من أن المقاومة العراقية كانت تدافع عن العراق وعن المنطقة العربية، إلا أنها لم تحظ بالدعم الحقيقي من أنظمة الحكم المجاور في المنطقة، لأن الجميع كان يتخوف من ردة فعل أمريكا، مع أنهم يعلمون جيداً خطورة المشروع الأمريكي في المنطقة، ويعلمون جيداً أن الأمر لن يقف عند حدود العراق، ولكن الجميع كان
ينتظر بفارق الصبر أن تنجح المقاومة العراقية والقوى المناهضة في عرقلة أو إيقاف مشروع تقسيم المنطقة. وقد نجحت المقاومة العراقية والقوى الوطنية المناهضة في ذلك، وهذا ما يحسب لها سواء حظي بتقدير الدول الأخرى أو لم يلتفت إليه لأسباب عديدة. وكان للقوى المناهضة للاحتلال الأثر الكبير في التصدي لكل مشاريع الاحتلال السياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، واستطاعت أن تكشف المؤامرات التي نصبها الاحتلال للشعب العراقي، وكان لها الدور الكبير في إفشال عديد منها. وكان أخطرها الحرب الأهلية التي أراد المحتل وعوانه إشعالها في العراق بدوافع طائفية، وقد مارس المحتل وأدواته من الأحزاب والميليشيات القتل والإرهاب لجر الشعب العراقي إلى الفتنة الطائفية وإيهام العالم بأن الحرب الأهلية في العراق عرقلت المشروع الأمريكي لتصرف النظر عن خسائرها الكبيرة وإشغال المقاومة عن دورها الحقيقي في تصدي الاحتلال. إلا أن القوى المناهضة فهمت الدرس وتسامت على الجراح القاسية التي أنتجتها تلك الحقبة الزمنية الأليمة، مع إدراكنا بأن تلك السنين المريرة ستستمر ما دامت العملية السياسية مستمرة في العراق. إلا أن الاحتلال وعمليته السياسية ومشاريعه التدميرية تفاجأ بصمود ومطاولة القوى المناهضة التي استطاعت أن تواجه كل ظروف رغم صعوبتها، وأثبتت للشعب العراقي دقتها وصواب منهجها في مشروعها الهادف إلى تأسيس نظام سياسي جديد وإسقاط العملية السياسية الحالية التي هي إحدى مشاريع المحتل في العراق. وها هو الشعب العراقي اليوم وبعد ثورة تشرين أصبح يدرك هذه الحقائق، وهو الآن على بداية طريق تحرير العراق وإنقاذه من الاحتلال وذيوله الساعين إلى تدمير العراق وإنهائه بشكل كامل. وقد اتضحت نتائج مخرجات العملية السياسية وتداعياتها الخطيرة على العراق والمنطقة، وقبح انحيازها الكامل لإيران وتنفيذ مشروع تصدير ثورة ولاية الفقيه واحتلال ميليشياتها لأربع عواصم عربية. وهذا دليل صارخ على خطورة العملية السياسية الحالية في العراق والمنطقة، وهو ما دفع العراقيين وثوار تشرين إلى تبني مشروع القوى المناهضة بالمطالبة بإسقاط العملية السياسية. وهذا ما جعل هذه القوى تمثل الاتجاه الحقيقي للشعب العراقي، ويحسب لها حفاظها وطوال 18 عاماً من الاحتلال على ثوابتها الوطنية التي دفعت مقابلها ثمناً باهظاً، وما زالت الفاتورة مستمرة إلى الآن. فالتضييق والاستهداف محلياً ودولياً مستمر ولم يتوقف من أجل إجبارها على أن تكون ضمن إطار القوى الثانوية التي يريدها المحتل وسعى إلى تكوينها، لأن المحتل يسعى لكسر إرادة الشعوب، وانهيار القوى المناهضة في العراق هو وسيلة لإحباط أحرار العالم عن إداء دورهم والتصدي لأي احتلال كان. أما الاتجاه الثاني فهو لأحزاب السلطة وميليشياتها وذيول الاحتلال ومن شارك بالعملية السياسية ودعمها، وهي ما أطلقنا عليها مصطلح القوى الثانوية التي ساعدت وساهمت في احتلال العراق مع القوات الغازية ومنها الأحزاب والشخصيات التي شاركت في مؤتمر لندن عام 2002 أو وافقت على مخرجاته. والشعب العراقي يعلم أن هذه القوى الثانوية استخدمتها إيران في عمليات تخريب واسعة وقتل وإرهاب بحق الشعب العراقي والمنطقة، والجميع يعرف أن من ارتضى أن يكون عميلاً لإيران سيوافق على أن يكون عميلاً وذيلاً للاحتلال الأمريكي، لأن هذه النماذج البائسة تسعى إلى تحقيق مصلحتها الشخصية فقط حتى وإن كان على حساب العراق وشعبه. وهذه القوى الثانوية التي تمثل الاتجاه الثاني استخدمهم الاحتلال أيضاً لتنفيذ مشاريعه وصناعة الضد النوعي من أجل مواجهة القوى المناهضة للاحتلال التي لم يستطع الاحتلال إنهائها أو استمالتها لمشروعه، ولكن استطاع المحتل من خلال القوى الثانوية تأخير الحل الشامل في العراق.
واستطاع أن ينفذ جزءاً كبيراً من صفحات التدمير بحق الشعب العراقي والمنطقة، ومنها ما تشهده من اضطرابات وأوضاع مأساوية وعسكرة المجتمعات وصناعة الميليشيات وضرب أمان الدولة من خلال دعم المنظمات الإرهابية الميليشاوية وإشغال الدول بهذا التهديد الخطير الذي يهدد وجودها وأمنها، مثل ما يفعله الحوثيون بالاعتداءات الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، وأيضا ما تمارسه منظمة البككة الإرهابية التابعة لحزب العمال الإرهابي والميليشيات التي تقتل بالشعب السوري، ودور ميليشيات حزب الله في لبنان والانهيار المستمر لشعبه. هذه كلها دلائل واضحة على خطورة بقاء العراق تحت حكم هذه الطبقة السياسية واستمرار الاحتلال في دعمها. فإذن منهجية القوى الثانوية هو تنفيذ أجندات الاحتلال ومشاريعه، وقد وقف الشعب العراقي أكثر من مرة رافضاً لهؤلاء، وإن سنحت له الفرصة سيحاسبهم على خيانتهم للعراق. ولذلك هذا النوع لا يمكن أن يمثل تطلعات الشعب العراقي أو أن يتم التعامل معه على أساس أن هؤلاء قوى عراقية، لأنهم مرتبطون بالمحتل، ومتى منهار المحتل سينهارون معه بسرعة البرق. ولذلك تراهم يسرقون أموال العراق ويودعونها خارج العراق، لأنهم يعلمون أنهم طارئون ولا مكان لهم فيه، ولكن المحتل أراد من هؤلاء المتعاونين معه تحقيق عدة أهداف أهمها. أولاً، تأسيس عملية سياسية وتمرير دستور يخدم أهداف ومشروع الاحتلال من خلال فرض تلك القوى الثانوية على الشعب العراقي بقوة السلاح. وهذا ما حدث في مجلس الحكم الذي لم يكن للعراقيين دور في اختياره، ولم يوافق على لجنة كتابة الدستور التي اختارها المحتل وإيران، ومرروا دستوراً أعوجاً لا قيمة له عند الأحرار، بل حتى الذين شاركوا المحتل في تمريره أصبحوا اليوم يقرون بأن العراق بحاجة إلى عقد وطني جديد، كما صرح مؤخراً بذلك برهم صالح. وهذا إقرار بصدق توجه القوى المناهضة للاحتلال التي رفضت هذا الدستور من وقت مبكر جدا، ولكن من خلال القوى الثانوية مرر المحتل مشروع الانتخابات الوهمية وفرضها على العالم والمجتمع الدولي الذي يعلم بعدم وجود انتخابات حقيقية ولا ديمقراطية مطلقا في العراق. ومن خلالها نفذ الاحتلال مشروع المحاصصة الحزبية ولا ديمقراطية مطلقة في العراق، لأنه يريد إخضاع العراق لهذا المنطق الباطل والمعوج في فرض نسب لمكونات الشعب العراقي لتكون هي الأساس في تقسيم العملية السياسية ومؤسسات الدولة العسكرية والمدنية. وهذا الهدف كان يطمح فيه بالتعاون مع هذه القوى إلى تقسيم العراق على هذا الأساس. أما عملية الانتخابات الفاشلة الباطلة، فقد أراد المحتل من خلالها تسليط القوى الثانوية التابعة له على العراقيين لكي تنفذ مشروع تدمير العراق، ولكن العراقيين أصبحوا يعون تماماً مخططات العدو. ولذلك مقاطعة الانتخابات في عام 2018 يتوقع أن ترتفع بشكل كبير جداً في الانتخابات القادمة. الهدف الثاني الذي أراده المحتل هو تأسيس ميليشيات مسلحة من القوة الثانوية وتكون تحت إشرافها ليحقق الاحتلال الأمريكي أموراً مهمة، في ذلك منها سحب جنوده الذين يتساقطون بضربات المقاومة العراقية وتعويضهم بجنود من الميليشيات. ولذلك نقول إن هدف القوى الوطنية المناهضة هو تأسيس نظام سياسي جديد وعدم الرضوخ لهذه العملية السياسية الشاذة التي أصبحت السبب الرئيسي في استمرار معاناة العراقيين. أما ما يدعون إصلاح العملية السياسية فإنهم واهمون ويخدعون أنفسهم قبل غيرهم. ولذلك فإن القوى الوطنية العراقية الحقيقية تطلق على نفسها القوى المناهضة وليست المعارضة، لأنهم ليسوا معارضين طامحين بإصلاحات جزئية وكسب منافع حزبية وشخصية، إنما هم يريدون وطناً حراً مستقلاً ذو سيادة، ويعملون على تحقيق ذلك بجميع الوسائل المشروعة في التغيير. يشاركهم الشعب العراقي الأصيل في هذه المهمة النبيلة. وهنا نؤكد على أن الميثاق الوطني العراقي هو قوة مناهضة وليست معارضة،
وهو ثمرة القوى الرئيسية التي تصدت للاحتلال ومشروعه السياسي. فما يميز الميثاق الوطني العراقي عن أنه يمتلك إرثاً كبيراً في عمله الوطني، بناء على أن القوى التي تشكل منها الميثاق هي قوة امتازت بثقلها وتأثيرها الميداني في العراق، خصوصاً أنها وقفت ضد الاحتلال، ضد احتلال العراق، وسعت إلى تحريره. والميثاق الوطني العراقي لا يعترف بالاحتلال ولا بعمليته السياسية التي شكلها من القوى المتعاونة معه في تدمير العراق، وهذا ينسحب إلى جميع القوانين التي قررتها سلطة الاحتلال وعمليته السياسية. كما أن الميثاق الوطني العراقي يرفض الاحتلال الإيراني الذي يعده احتلالاً استيطانياً خطيراً يهدف إلى تغيير العراق، إلى تغير العراق على مقاسات طهران العنصرية، ويرفض أيضاً محاولات التغيير الديمغرافي واستخدام العراق كقاعدة لعمل الحرس الثوري الإيراني ودعم المنظمات الدولية والأجنبية وتشكيل الميليشيات وتدخل في شؤون الدول بالإرهاب والقتل وتجارة المخدرات. كما أن الميثاق يعمل على تحرير العراق من جميع أشكال التواجد الأجنبي، سواء على مستوى الدول أو الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني، فإنه يطمح إلى تشكيل نظام سياسي جديد يمثل الشعب العراقي. ولذلك فإن الميثاق الوطني العراقي هو قوة مناهضة وليست معارضة، ومشروعه السياسي جامع لا يستثني أحد، لا يستثني أي جهد وطني سواء على مستوى القوى أو الشخصيات الوطنية، ولن يسمح أن تضيع حقوق المضحين الصابرين في نضالهم الهادف إلى استعادة العراق وإكمال تحريره، وسيحفظ تاريخ الشهداء والمقاومين، ويكشف التزوير الذي يمارسه المدعون للمقاومة التي أصبحت أصواتهم تعلو بخروج القوات المحتلة، وهم يعملون تحت أجنحتها وتوجيهاتها، ولكنهم يريدون احتلالاً جديداً ينفذ مصالح إيران على أساس العراق والمنطقة التي تمر بمنعطف تاريخي خطير وتخضع لتحديات أمنية تمس بوجودها وبقائها. وأننا في الميثاق الوطني العراقي نعاهد شعبنا الصابر المحتسب بالمطاولة والصبر على الثوابت الوطنية، ونؤكد للعراقيين وللأحرار العالم بأن العراق مقبل على تحولات جوهرية، وأن العملية السياسية وأحزابها وميليشياتها في طريق نهايتها الحتمية، وأن ظلمها إلى زوال حقيقي. ولذلك علينا الاستعداد الحقيقي لهذه اللحظة، وأن نعمل على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وإعادة إعماره وإرجاع أهله المهجرين والنازحين، وإطلاق سراح رجاله ونسائه وأطفاله المغيبين من سجون الحكومة وميليشياتها، ليعود العراق شامخاً عزيزاً يحتضن أبنائه البررة، لينهض من جديد عراقاً قوياً فاعلاً على مستوى المنطقة والعالم. أن منهجية القوى الوطنية المناهضة للاحتلال ومشروعه السياسي رفض الاحتلال ومخرجاته، فهي لا تؤمن بالإصلاح من داخل العملية السياسية تحت اسم المعارضة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكراً جزيلاً. شكراً للشيخ أحمد غانم على هذه الكلمة التوضيحية المهمة التي برزت يعني الميثاق الوطني، مواقف الميثاق الوطني، التعريف بالميثاق الوطني، وهذا الأمر مهم جداً في بيان يعني حقيقة الميثاق وما يطمح له وما هي الأهداف التي يعني أنشئ من أجلها، وبالتالي كان من الضروري بيان هذا الأمر. شكراً لك شيخ على هذه الكلمة الطيبة. أعتقد نحن أمام مؤامرة يعني كبيرة جدا منذ العام 2003 وحتى اليوم، مؤامرة يعني ربما نسميها مؤامرات فكرية وأخلاقية وثقافية ومجتمعية وجغرافية واستراتيجية، وسميها ما تشاء، مؤامرة للقضاء على العراق، مؤامرة لمحو العراق. لكن أعتقد أنه مهما كانت هذه المؤامرة كبيرة ومهما كانت هذه الأدوات قوية وفاعلة،
ينبغي على الشرفاء، على الأخيار، على القوى النقية أن تبقى صامدة. حالة التراخي، حالة اليأس، حالة الضعف، حالة الانهيار ينبغي أن تمحى من قواميس القوى التي تؤمن بالمبادئ التي تسعى لتحقيقها. وبالتالي على العراقيين الذين يقفون اليوم موقفا واضحا من الخراب الجاري في البلاد أن يستمروا في حالة الصمود وفي حالة الأمل بأن يكون الغد العراقي أجمل، وأن يكون الغد العراقي أنقى، وأن يكون الغد العراقي خاليا من القوى الشريرة. هذا الأمر ينبغي يعني أن لا يغيب عن الذاكرة، لأننا جميعا نعمل معا من أجل الوصول إلى الضفة الآمنة، الضفة العراقية التي تجمع كل العراقيين بعيدا عن الانتماء العرقي والطائفي والقومي، وأن تكون الخيمة العراقية هي الجامعة لكل العراقيين. هذا الأمل ينبغي أن يبقى قائما، وأن نقتل روح اليأس التي تحاول القوى الشريرة فرضها على القوى المؤمنة بأن العراق على يعني في مرحلة غير جيدة، وبالتالي الصبر هو الذي يقود إلى التغيير. شكرا للأستاذ وليد الزبيدي، شكرا للشيخ أحمد الغانم، والآن نفتح باب النقاش والمداخلات. أتمنى أن تكون المناقشة كحد أعلى 3 دقائق، والأسئلة كحد أعلى 1 دقيقة. اللي يحب يتفضل يرفع يعني يسجل اسمه ويقدم اسمه والصفة مالته، ونبدأ مع الأستاذ بهجة الكردي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي أخواني الحضور، الأخوة المنظمين، أشكركم. تحية لك سيدي دكتور وليد، حياك الله على هذا التسهيل والتبسيط في حل هذا اللغز، لأنه هذا اللغز دوخ الكثيرين بعد الاحتلال. اليوم الكثير يتباهى أنه مقاوم، والبعض معارض، أسمعهم بالإعلام لكنه أيضا يلتقون بالأمريكان، يعني هم ليسوا مع سقوط العملية السياسية، مع إصلاحها أو ما يسمى بالترميم أو الترقيع كما نسمع. أحييك أخي، تحياتي إليك عزيزي دكتور جاسم. دكتور عاطف نموس، ناشر مهتم بالشأن العراقي، الأصل سوري ودارس في العراق، حياكم الله، الله يعطيكم العافية جميعا. كل الشكر للدكتور وليد الزبيدي لتعريف مصطلح المناهضة وتبيانه بشكل جلي والتفريق بينه وبين المعارضة، والشكر الكبير أيضا للشيخ أحمد الغانم لتوضيح ما كان يختلج في نفوسنا ببداية الجلسة. حقيقة يعني كل احتلال يترك له أذيال في المنطقة قبل أن يغادر، لن يغادر بلد قبل أن يترك لها أتباع وطابور كبير جدا. بينما إيران وضعت ما يسمى خطة اسموها الخطة السرية لآيات الشيعة في إيران، وكوني ناشر طبعت هذه الخطة بسنة 1998، وبعض القوى العراقية المناهضة حقيقة وزعت هذه النسخة. أنا أذكر أنني بعت للقوى المناهضة العراقية وتبرعنا بما يقارب 15 مليون نسخة من هذه الرسالة، كانت رسائل توضيحية، وحقيقة كان فيه استشراف للمستقبل ولما حصل بعد 2003 تماما. الأمريكان ربما نقول قد ذهبوا، لكن حقيقة بقي منهم أخطر. الخطر الحقيقي هم الفرس، هم الشعوبيون الفرس، هم الملالي في إيران. يعني أتألم كثيرا عندما أقارن بين تلك الخطة التي وضعوها في سنة 1997، حيث كنت حصلت على النسخة الأولى باللغة الفارسية وقبل ترجمتها، أن يكون لتكن خطتنا 500 سنة فضلا عن 50 سنة كما بروتوكولات حكماء صهيون، يعني يجعلونها خطة أطول. ومن ضمن خطتهم كيف يسيطرون على المنطقة، ابتداء بدول الجوار، العراق، سوريا، لبنان، ثم دول الخليج، والكماشية بالنهاية كما يقولون للحرمين الشريفين.
لكن سبحان الله عندما نجد الواقع العملي، نحن الآن نتكلم بعد أقل من 25 سنة، نجد أن هذه الخطة على الواقع العملي طبقت أكثر من 70 إلى 80%، وخطرنا الحقيقي هم هؤلاء الملالي. ونلحظ خطرهم الأكبر حاليا ما يزال مستمر في بغداد الرشيد، ما يزالون يضربون بأيدي من حديد في اليمن، ما يزالون يقتلون ويذبحون ويدمرون سوريا عمليا، سواء تدمير مادي أم قتل مستمر. ترى القوى العراقية المناهضة للاحتلال، أريد توضيحا منكما حول المناهضة للاحتلال، بل لذيل الاحتلال القوي الباقي والجاثم على صدور العراقيين. بارك الله فيكم وشكرا لكم. الحقيقة ملاحظاتي يعني سريعة وبسيطة. احنا نركز على موضوع الاحتلال، ولحد الآن ما شخصنا من هو المحتل بشكل رسمي. المحتل الأمريكي، لكن المحتل الأمريكي جاء باحتلال جديد بديل أو رديف إليه اللي هو الاحتلال الفارسي. نركز على خروج المحتل، ولحد الآن احنا ما واضعين كقوة مناهضة للاحتلال بشكل عام. يعني احنا من نكتب حضراتكم القوة المناهضة للاحتلال كمشروع أو كقوة ظهرت الآن، هناك قوة كثيرة مناهضة للاحتلال بتسميات عديدة. لا لا، هو قصدي يعني الآن اليافطة اللي خلفها يعني قوة كثيرة، هذا القصد. وإلا هي جذورها لو نعرف يعني من الحكم الوطني إلى امتدادات الآن. اللي يأسفنا أنه كل القوى الوطنية منها الصامتة ومنها المتحركة خلينا نقول لم تصب في رافد واحد. يعني هناك خلينا نقول كل من يشتغل لحاله، وطنيين كثيرين سواء كانوا شخصيات أو كانوا كتل وأحزاب، لكن هذه الكتل والأحزاب والشخصيات متفرقة ولم تصب في رافد أو في مصب واحد اللي هو القوى الوطنية المناهضة للاحتلال بالنتيجة النهائية. لذلك يعني أتمنى أن يكون المشروع أوسع من هذا، هو التحرك على كل الوطنيين وضمهم لقوة أو لهذه القوة أو المشاركة بها. يعني إحنا خلنا نزيل موضوع الأنا، يعني موضوع الأنا كثير ما أثر على الـ يعني القوى الوطنية بشكل عام. فمن نزيل موضوع الأنا بالتأكيد راح يصير المشروع أعم وأكبر. العراق والوطنيين فقدوا قوتهم، فقدوا سلاحهم، فقدوا وحدتهم، لذلك الفرس الآن هم اللي يجولون في المنطقة وغزوا العراق وغزوا سوريا وغزوا كل البلاد العربية. يعني لا نوقف فقط باليمن والعراق والشام وربما البحرين وغيرها، لا، وإنما ترى حتى في أفريقيا الآن لهم وجود ولهم وقع، وعليه خل نتفق جميعا كقوة وطنية أنه دون التحرر من الفرس لا يمكن أن نحرر بلادنا. وشكرا جزيلا. الآن حقيقة هنالك يعني مداخلة من أحد الأخوة في عمان، يعني فاتني أن أرحب بالأخ الدكتور
مثنى الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وبقية الأخوة الزملاء الذين لدي ذكريات جميلة معهم لأكثر من 10 سنوات. حقيقة الآن أتمنى أن ننقل الميكروفون إلى عمان، وكلمة للأخ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، فليتفضل. مشكورا. حياك الله. شكرا للأخ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني، شكرا للحضور الكرام، شكرا لكم جميعا، أسعدتمونا بهذا الحضور. كانت يعني ندوة فاعلة جدا، تحدثنا فيها عن كثير من الجوانب المهمة المتعلقة في الحالة الرافضة للحالة السلبية في العراق. شكرا للأخ الأستاذ وليد الزبيدي، شكرا للشيخ أحمد الغانم، شكرا للأخوة المتداخلين، شكرا للأخوة الذين انضموا لنا من عمان، ونتمنى أن نلتقي معكم
في ندوات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.